ميليشيا الحوثي تقصف مخيم السويداء لنازحين وتستهدف حافلة في مأرب وقرى غرب تعز. الحوثي يستدعي أولياء أمور المحتفلين بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. الطلاب في مخيمات النزوح بمأرب يواجهون صعوبات كبيرة لمواصلة تعليمهم. جمعتكم مباركة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قصفت ميليشيا الحوثي مساء الخميس مخيم السويداء جنوب محافظة مأرب بصاروخ بالستي أسفر عن أضرار بممتلكات النازحين وأدت لانقطاع الكهرباء عن المخيم كليا. وذكر مراسلون أن الصاروخ الحوثي الذي استهدف المخيم لم يسفر عن ضحايا. يأتي استهداف الحوثي لمخيم النازحين بعد أيام من استهداف حوثي بصاروخ بالستي أحد المخيمات في مأرب بعد أشهر من الهدوء. كما استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة حافلة في مديرية حريب جنوب مأرب. أفاد مراسلنا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بقذائف أطلقتها من طائرة مسيرة حافلة في مناطق شمال مديرية حريب، وأضاف أن الهجوم أسفر عن احتراق الحافلة وإعطاب سيارة أخرى فيما نجا السائقان والركاب. وفي السياق ذاته قصفت ميليشيا الحوثي 5 قرى غرب تعز ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة قرى السويهرة وقبنة وقبنة الجوير والحصيبة والمحاوي والتي يقطنها نحو 800 أسرة. وأكدت المصادر أن القذائف سقطت قرب منازل المواطنين ومناطق رعيهم ومزارعهم. هذا ودمرت القوات المشتركة أهدافا ثابتة وأخرى متحركة لميليشيا الحوثي عقب استهدافها قرى السويهرة في تعز. وقالت مصادر ميدانية إن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة رصدت هدفين ثابتين وآخر متحركا استخدمتها ميليشيا الحوثي في استهداف قرى السويهرة. وأكدت المصادر أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة. وضمن الجهود الأممية والدولية لإيجاد تسوية للحرب في اليمن، يقوم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ بجولة جديدة في المنطقة وصل فيها بعد الدوحة إلى مسقط، فيما يؤكد رئيس الوفد الحكومي عرقلة التقدم في ملف الأسرى. تمضي عجلة السلام المرتبطة بالهدنة المنتهية زمانيا وثابتة على أرض الواقع بين الميليشيا الحوثية والحكومة الشرعية من جهة، وبين الميليشيا والسعودية من جهة أخرى، حيث أعلنت الخارجية العمانية وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ إلى العاصمة مسقط لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في اليمن وجهود التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب والمعاناة التي يعيشها اليمنيون كنتيجة للحرب. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي استقبل المبعوث الأممي إلى اليمن وناقش معه تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي شامل يخدم مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام. البوسعيدي شدد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن وتشجيع المبادرات الإنسانية، حيث تقود سلطنة عمان جهود الوساطة في المفاوضات بين السعودية وميليشيا الحوثي لإنهاء الحرب في اليمن والدخول في عملية البناء وإعادة الإعمار. من جهة أخرى، كشف نائب رئيس الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين في اليمن ماجد فضائل استمرار الميليشيا الحوثية في عرقلة أي تقدم في ملف الأسرى واستمرار ممارسة الانتقائية في عمليات تبادل، مشيرا إلى الإصرار الحوثي على ربط مصير الأسير السياسي محمد قحطان بأسماء وهمية لا وجود لها بهدف إعاقة أي تقدم. فضائل أكد في تصريحات صحفية استمرار تعنت الميليشيا في ربط مصير ملف سياسي محمد قحطان بأسماء وهمية لا وجود لها في مأرب أو أي جهة أخرى، رغم رد الحكومة عليهم مرارا وتكرارا منذ اتفاق ستوكهولم بأنه لا وجود لهم ولا علم للحكومة بهم،
مشيرا إلى أن الأسماء التي تطالب بها الميليشيا هم حسب زعمها مقاتلون فقدوا في المعارك منذ 2016 وتدعي أنهم وقعوا أسرى في محافظة مأرب، وهو ما يزيد الملف الإنساني تعقيدا ويترك أثرا نفسيا بالغا لدى أسرى الجانبين الذين مضى على أسر بعضهم 7 سنوات. كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن قيام الميليشيا الحوثية بحملة اختطافات واستدعاءات لآباء المحتفلين بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، حيث تم استدعائهم إلى أقسام الشرطة التابعة للميليشيا للاستجواب. لم تنتهي حملة الاختطافات والملاحقات التي تنفذها الميليشيا الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني المشاركين في الاحتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، إلا وذهبت إلى اختطاف آباء المحتفلين وملاحقتهم إلى المنازل لاعتقالهم. أكثر من 10 أيام مضت على الاحتفال الشعبي، الاحتفال الذي زرع الخوف والرهبة في نفوس الميليشيا من أصوات الشعب المنادية بحماية الثورة الخالدة وأهدافها النبيلة والنظام الجمهوري. مصادر محلية في صنعاء كشفت عن قيام الجماعة الحوثية بحملة استدعاءات لآباء الشباب المحتفلين والمشاركين في رفع الأعلام الوطنية، والتي اعتبرتها الميليشيا الكهنوتية جناية تستوجب الملاحقة والعقاب، حيث تم استدعاؤهم إلى أقسام الشرطة التابعة لها للاستجواب، خاصة لأولئك الذين شارك أكثر من 2 من أبنائهم في الحفل الجماهيري الحاشد عشية 26 من سبتمبر، في الوقت الذي لا يزال فيه آلاف الشباب معتقلين في أقسام الشرطة الخاضعة للميليشيا. على الجانب الآخر، لقيت الاستدعاءات الحوثية لأولياء أمور المشاركين في الاحتفاء سخطا لدى المواطنين، كما أن من حضروا إلى بعض الأقسام وجدوا المعاملة القاسية والترهيب والتهديد من عواقب تكرار أي خروج لأبنائهم. حالة من الخوف والرعب قذفه الشارع في قلوب الميليشيا طوال الأيام الماضية، جعل قيادات الميليشيا في حالة استنفار بعد أن شعروا باقتراب نهاية خداعهم وأزيف ادعاءاتهم وخرافة الحق الإلهي المزعوم في التسلط على رقاب اليمنيين، لتضاعف أعمال الملاحقة والمطاردة للشباب وأولياء أمورهم. وأكدت مصادر في صنعاء عودة الميليشيا إلى الكاميرات المثبتة في الشوارع أو في المحال التجارية لمعرفة أرقام السيارات المشاركة برفع الأعلام، في ممارسة هستيرية ستزيد من التعجيل بزوال الميليشيا واشتعال الثورة الشعبية. يواصل المدعو طه المتوكل المنتحل لصفة وزير الصحة نهب ممتلكات الوزارة ومصادرة معدات مستشفى 48 الحكومي ونقلها إلى مستشفى خاص يتشاركه هو وأقربائه، فيما تعاني المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الطبية منذ دخول الميليشيا صنعاء بقوة السلاح. استمرارا لمعركة النهب الممنهج التي تخوضها منذ انقلابها الأسود، تواصل الميليشيا الحوثية مصادرة الممتلكات العامة وتجييرها لمصالح خاصة، مستغلة نفوذها وسطوتها على مؤسسات الدولة وغياب الرقابة على المال العام في المناطق الخاضعة لسطوتها، لعل آخرها ما كشفته مصادر طبية عن قيام منتحل صفة وزير الصحة في حكومة صنعاء غير المعترف بها بنهب معدات الوزارة ومصادرة الأجهزة الطبية المحدودة من المستشفيات الحكومية ونقلها إلى مستشفى خاص يملكه هو وأقاربه، حيث اتهمت مصادر طبية في مستشفى 48 المدعو طه المتوكل بمصادرة أجهزة ومعدات طبية حديثة مملوكة للمستشفى ونقلها إلى مستشفى اليمن السعيد الخاص مقابل حصول المتوكل على نسبة 30% من المستشفى، مضيفة أنه تم نقل هذه الأجهزة بشكل سري وغير قانوني رغم محدودية إمكانيات مستشفى 48 الذي يعاني من نقص حاد في الإمكانيات والموارد الطبية منذ الانقلاب المدمر. ولفتت المصادر أن مستشفى اليمن السعيد يملكه القيادي الحوثي خالد معصار منتحل صفة أمين المجلس الطبي الأعلى ورئيس ما يسمى جامعة 21 سبتمبر، وتربطه علاقة مصاهرة بطه المتوكل الذي تتحدث المصادر عن شراكته في هذا المستشفى، وسبق أن دعمه بالمعدات الطبية التي تقدمها المنظمات المانحة للشعب اليمني.
نهب المتوكل جاء استباقا لإقالته من منصبه عقب أيام من إقالة حكومة الميليشيا غير المعترف بها، بالتزامن مع إعلان زعيمها عن مزعوم التغيير الجذري والمتوقع فيه إزاحة المتوكل من وزارة الصحة بعد شبهات فساد عديدة تحوم حوله. مستشفى 48 يعد أحد أبرز المستشفيات الحكومية الحديثة، وتم إنشاؤه في عهد الزعيم الصالح في مدينة 48 الطبية التابعة لشعبة التأمين الطبي بالحرس الجمهوري بدعم من الصين الصديقة، وكان يمتلك أحدث المعدات والأجهزة الطبية ويقدم خدمات إنسانية راقية بما فيها استقبال حوادث الطرق المرورية وإجراء العديد من العمليات الجراحية وإقامة مخيمات طبية مجانية وتخفيف العبء على المستشفيات العامة. غير أنه منذ دخول الميليشيا صنعاء بقوة السلاح تعرض للنهب والمضايقات وتوقف عن العمل أكثر من مرة بسبب الحرب والحصار وشحة الإمكانيات. أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن نزع أكثر من 3000 لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال سبتمبر الماضي. وقال المشروع في تقريره الشهري إن الفرق الهندسية تمكنت من نزع 3360 لغما وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل المشروع نهاية يونيو 2018 417,103 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية.
يواجه الطلاب في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب تحديات كبيرة في الحصول على التعليم نتيجة تهالك الفصول التي هي على شكل خيام مهترئة، فضلا عن نقص الكادر ومستلزمات العملية التعليمية. تتزاحم لوحات المشاريع والإنجازات التابعة للمنظمات التي تدعي تنفيذ مشاريع تمس حاجة النازحين، فيما الواقع أزمة مستمرة يعاني منها النازحون في شتى مجالات الحياة ومختلف الخدمات الأساسية. فعلى مستوى التعليم يواجه الطلاب النازحون في المخيمات تحديات هائلة تعيق حصولهم على التعليم. من 50 طالب 60 طالب تحصلوا في الفصل الواحد، ماشي كراسي تأويهم، ماشي حاجة يأويهم. المدرسين كذلك عليهم ضغط في الحصص، الطلاب يعانون من الازدحام في الكثافة، ما يسمع بعضه، ماشي اتساع للطالب يكون يسمع من هذا ويسمع من هذا الأستاذ كثرة الزحمة. افتقار المخيمات لأماكن مناسبة للتعليم يجعل الطلاب في حالة عدم استقرار، فالفصول المؤقتة تهالكت بفعل الرياح وحرارة الشمس، وشكلت تحديا للمعلم والطالب على حد سواء في الاستمرار بالتعليم، خصوصا في وقت الظهيرة أثناء ارتفاع حرارة الشمس، ما جعل الكثير من الطلاب يتعرضون لضربات الشمس الضارة. يعني قد احنا قال كيف ما كنت يا وقت كنا صابرين، بالرغم من هي خيام لا فيها مكيفات لا فيها أبسط الخدمات، يعني صابرين على الوضع احنا والطلاب، بس العدد ما كفى وبعضها قد هي رديئه، يعني خلاص ما عاد بش فوقها طربال، قد الشمس هكذا تجي لها فوق الراس طوالي. بالنسبة لنا احنا ما نقدر نداوم لا نستمر للظهر من 6 حصص، لأن احنا زي ما انتم تشوفوا حرارة الشمس علينا والطلاب ما يقدروا يستحملوا من شدة الشمس، يمرضوا من حرارة الشمس على الخيام، وما نقدر ندرس والشمس علينا. افتقار مخيمات النزوح خصوصا الواقعة في الصحراء إلى المرافق التعليمية المناسبة أثر بشكل كبير على جودة التعليم، علاوة على ذلك يشكل نقص المعلمين المؤهلين عائقا كبيرا أمام تعليم الطلاب النازحين، مشكلة تتطلب معالجة عاجلة وتدخلا جاد من المنظمات الدولية والسلطة المحلية لإعطاء الأولوية لتعليم الأطفال النازحين وتوفير أماكن تعليمية آمنة ومناسبة. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة مأرب. وفي شبوة نظمت فعالية تأبينية بقاعة المركز الثقافي بمدينة عتق في أربعينية فقيد الوطن اللواء عبد الله علي طرموم مستشار وزير الداخلية عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام. فعالية تأبينية أقامتها محافظة شبوة إحياء لأربعينية فقيد الوطن اللواء عبد الله علي طرموم مستشار وزير الداخلية عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، وذلك بقاعة المركز الثقافي في مدينة عتق وبحضور ومشاركة قيادة السلطة المحلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والإدارية والشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية وحشدا من أبناء المحافظة. الكلمات التي ألقيت في الفعالية أشادت بمناقب الفقيد ومسيرة حياة الحافلة بالنضال والبذل والعطاء والتضحية في سبيل خدمة الوطن على كافة الأصعدة والمجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والإنسانية. فقد خسر الوطن برحيله شخصية وطنية فذة كان لها حضورا في المشهد الوطني والأمني الذي برزت شخصيته جليا على المستوى المحلي والوطني خلال العقود الماضية كمناضل ورجل دولة، ومن الشخصيات التي فرضت حضورها الرسمي والقبلي، لذ كان المرحوم إنسانا زارعا لبذور المحبة والتسامح، رافضا لأعمال التصفيات والاغتيالات التي شهدتها المحافظة في بداية السبعينات. لهذا ستظل الذاكرة الشبوانية تتذكر هذا المواقف النبيلة لهذه الشخصية التي أقامت جسرا من الثقة بينه وبين كل من عرفه. وأشادت الكلمات إلى أدوار الفقيد ومواقفه الوطنية الثابتة والشجاعة في الدفاع عن مكاسب ومنجزات الثورة اليمنية الخالدة. بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء السخي في خدمة تراب الوطن والقوات المسلحة والأمن عموما، وإن تسابقت الكلمات وتزاحمت السطور لتحكي قصة نضال وكفاح هذا الشخصية العسكرية الفذة، فإنها تعجز عن أن نفي الرجل بما يستحقه، لأنه قصة حياة
فقيدنا اللواء الركن عبد الله علي طرموم. كما تخلل الفعالية عرض فيلم وثائقي استعرض سيرة حياة الفقيد ومحطاته النضالية وأدواره الوطنية، كما تناول جانبا من نجاحاته الإدارية والعسكرية وكذا صفاته وسجاياه وخصاله وعلاقاته الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم قصائد الرثاء الشعرية من قبل عدد من الشعراء. صيت عبد الله علي طرموم ما جفت بحوره، مثل ما تتحدث الأيام عن فعل المناضل، يرسم التاريخ وقفات المناضل في اسطوره. وعلى هامش الفعالية تم توزيع كتاب تأبيني احتوى على عدد من مقالات الرثاء لعدد من قيادات ورجالات الدولة وبعض الكتاب والمسؤولين والسياسيين وزملاء الفقيد ومحبيه وأصدقائه، كما أقيم خلال ذلك معرضا للصور الفوتوغرافية الذي أبرز جزءا مما تم توثيقه عن حياة الفقيد رحمة الله تغشاه. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة. نشرتنا مستمرة وتتابعونا بعد الفاصل. مصر تحتفي باليوبيل الذهبي للنصر السادس من أكتوبر المجيد باحتفالات رسمية وشعبية. خرجنا للتنديد بسياسة التجويع التي تمارس ضد الموظف والمواطن على السواء. أما خروجنا للمطالبة برفع الظلم والتعسف وعدم المساس بقوت أولادنا وصرف رواتبنا كاملة. أولاً نريد نعرف من الحكومة اليمنية أين نوجد إحنا على الخارطة بالنسبة للرواتب. طالب براتب يكفينا ذاتيا، نوفر حق مواصلاتنا، حق وقتنا عشان نبدل ونعطي. مسؤولية كبيرة، نحن علينا طلاب للمدارس، نحن علينا مواد غذائية، نحن علينا إيجارات، نحن نطالب برواتبنا. اتقوا الله واستحوا على أنفسكم. لا زيادة، استقطاع كل شيء، أي ظلم هذا، أي فساد. أهلا بكم. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد الذي يصادف 6 أكتوبر عام 1973 الذي قضى على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأشنت مصر وسوريا حرب أكتوبر على إسرائيل بشكل مباغت، حيث تمكن الجيش المصري خلالها من اجتياز قناة السويس والعبور إلى الضفة الشرقية لخط بارليف وتحرير نقاط في سيناء وإلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتنظم وزارة الثقافة المصرية باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في العاصمة القاهرة والمحافظات أكثر من 550 فعالية. وفي الأراضي المحتلة أدى الآلاف من المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك استجابة لدعوات أطلقت في ظل ما يواجهه المسجد من اقتحامات وإجراءات تهويدية. وكان خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا إلى المشاركة الحاشدة في صلاة الجمعة للتأكيد على حق المسلمين وحدهم في الأقصى. إلى ذلك استشهد فلسطينيان عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية واندلاع اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال، فيما مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في سادس أيام عيد العرش. حملات مداهمات واقتحامات شبه يومية تشهدها أنحاء متفرقة من الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يصحبها اعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، حصيلة الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال على مخيم طول كرم هذه المرة حسب وزارة الصحة الفلسطينية. شهيدان كان على متن مركبة أطلقت عليهم قوات الاحتلال الرصاص قرب بلدة شوفا قضاء طول كرم شمالي الضفة الغربية ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.
الاقتحامات في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومخيم طول كرم وفي محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية، عقبها اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزاتها العسكرية إلى مخيم طول كرم وشددت من إجراءاتها عقب إصابة 5 من جنود الاحتلال. اقتحمت قوات الاحتلال الساعة 4:30 مخيم طول كرم حارة البلاوني، وقاموا بحشر منزلنا وتكسير الدار، وبقى وفي عندنا كراج بالدار فتحوه وفتشوه وطالوا شاكوش وطلعوا برا طبشوا السيارة وطبشوا شبابيك الدار وقاموا بالهانة وطبشوا الجوالات. واستمرارا لمخطط التقسيم الزماني والمكاني، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في سادس أيام العرش اليهودي بحماية شرطة الاحتلال التي أعاقت منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول، وأجبرت عدداً من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس فلسطينياً عقب اقتحام محل صرافة في مدينة البيرة، وكانت قوة من جيش الاحتلال دهمت محل صرافة في محيط المدخل الشمالي للبيرة واعتقلت مديره بعد قيامها بتخريب المحل، وكان محل آخر في بلدة ترم النسعية شمال شرق رام الله تعرض الثلاثاء الماضي لعملية تخريب مماثلة قبل أن يغلق بألواح معدنية. وفي تطورات النزاع الروسي الأوكراني، أكدت كييف أنها أسقطت 25 طائرة مسيرة من أصل 33 أطلقتها روسيا على عدد من المناطق الأوكرانية. وقال سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات المضادة للطائرات دمرت 25 مسيرة في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو. من جانبها أعلنت موسكو أنها أسقطت 8 مسيرات أوكرانية غرب روسيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت 7 طائرات أوكرانية بلا طيار فوق منطقة بلغرود المتأخمة لأوكرانيا، بالإضافة إلى إسقاط طائرة في منطقة كروسك. بالعودة إلى مواضيعنا المحلية، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5000 حالات إصابة بالكوليرا في اليمن خلال العام الجاري. وقالت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 5674 حالة إصابة بالكوليرا في اليمن خلال الفترة من يناير وحتى 15 من سبتمبر 2023. وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 7 حالات وفيات مرتبطة بالمرض خلال نفس الفترة، فيما يبلغ معدل الإصابة بواقع 19,000 حالة من بين كل 1,000 شخص. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.